Mama! Ya mama! Ya mama! انت مش بتردي عليا ليه؟ يا حيوان مش علمناك وانت صغير لما تيجي تخش علينا تخبط الاول بره. مين؟ هيكون مين يعني؟ انا. خش يا بقى. انا مش عمال انادي عليك يا ماما. مش سامعاك. مش سامعاني ايه؟ ده صوتي خرم الحيطان. اخلص. عايز ايه؟ جعان. انت قاعد مش لسه واكل من شويه؟ جعان. ما هو ده بقى انتوا فاكرين فيه؟ تاكلوا وتشربوا. ايوه انا لازم اكل عشان اعيش. ممكن بقى تقومي تعملي لي حاجه كلها؟ روحي تعمل لنفسك. ارجوك يا ماما قومي اعملي لي عشان خاطري جعان. اتوسل اليكي. ما خلاص يا ابن الكلب، مش قالت لك تعبانه؟ ما تخوتناش بقى يا عم. انت حنا عليا. اطلع بره. بقول لك ايه وليا، ما تقومي تعملي لي شاي. انت تقبر يا حياتشي. حياتشي؟ وانا مش حياتشي ولا غور من قدامي احسن كده يا ماما. افتكريها يا ماما. هفتكرها. شكرا يا ماما. العافيه يا حبيبي. اوعى بقى كده قدامي كده يا ماما. عايز تفتح اعمل لنفسك. وانا هعيش حياتي بعد منك هنا. انا هعمل اكل لنفسي. هو انا صغير ولا ايه؟ ايه التلاجة اللي مليانة بهارات دي؟ انا هعمل بطاطس. اوبا. البطاطس دي بقى بتتقطع ازاي؟ المفروض ان دي بطاطس صوابع بس قلبت بطاطس حلزونية. يلا بقى نحمرها عشان اكلها. انا اللي بعمل بطاطس من تانية ابتدائي من قبل شيف شيبيني ومحمد حمائي. واو. دلوقتي بقى احط الزيت. ادي زيت ادي زيت ادي زيت ادي زيت ادي زيت. البطاطس صوابع يا حبيبي. تاخد بقى بطاطس صوابع دي. البطاطس دي صوابع. البطاطس دي صوابع. البطاطس دي صوابع. البطاطس دي صوابع.